يعني إيه تكون حر؟ يعني إنك تطالب بالحرية. طبعاً، أمال إيه؟ حرية يعني تقول رأيك، يعني تقول اللي نفسك فيه، تقوله وتعبر عن اللي جواك. حرية يعني حقك تطالب بمطالب كانت ناقصاك عشان تعيش مبسوط. أيوة بقى، هي دي الحرية. تمام، خلاص كلنا ابتدينا نتعلمها ونطالب بيها، بغض النظر بقى بتتحقق ولا لأ. وبعد ما تنزل كده زي الشاطر الشارع تطالب بده، تروح بيتك بقى تكمل باقي يومك الطبيعي مع الحاجات اللي ما بتقدرش ما تعملهاش. ولو مش دول، فممكن جدا تكون حاجات تاني بتتحكم فيك، مش شرط بس يكونوا دول. ممكن سيادتك تكون مدمن فلوس، مخدرات، مدمن نفسك وشايف إنك أعظم خلق الله، مدمن علم وشهادات وغيرها كتير، وترجع تاني تطالب بحرية وشعارات. فكرك أنت كده حر؟ ولا أنت عبد؟ ولا أنت جداري؟ إمتى بقى تبقى حر بجد؟ مش لما تعمل اللي على مزاجك. الحرية هي النقطة اللي توصل فيها لإنسانيتك، اتزانك، سلامك، إرادتك القوية مع نفسك. حتى لو باقي المطالب لسه ما تحققتش، الحرية حاجات كتير من جوه مش من بره، والحاجات دي ما تقدرش لوحدك تجيبها، ما بتجيش برفع لوح وشعارات. دي حرية محتاجة تدخل من نوع خاص متوفر في شخص واحد بس. دور عليه، هتلاقيه مستنيك.